خلي ولن حبيبي تحشيشات ومصطلحات أصبحت متداولة كثيرا بين الشباب، أحيانا تصل إلى حد الغرابة، ولكن لا تخلو من مرارة وآلام بسبب أزمة البطالة وغيرها. ولكن المثير واللافت في هذا الموضوع أن الكثير من هؤلاء الشباب هم متعلمون حاصلون على شهادات جامعية. الحارث محمد تحدث معهم عن همومهم المضحكة المبكية وأعد لنا هذا التقرير. غالي وغالي غالي وغالي رزق ورزق عائلتي. تعال تعال اسمع. قد تكون هذه التجمعات مألوفة في شوارع بغداد، مجموعة شباب يتحدثون بعفوية والضحكة تملأ الوجوه، فسرعان ما تطرق مسامعك مصطلحات بدت تنتشر كسرعة البرق في المجتمع. فغالي وغالي وخلي ولن ودقمهن واشطح ومثلهن العشرات، كلمات لها معان عديدة يستخدمها الشباب لإضافة طابع هزلي أثناء التعاملات، فلم نسلم حتى نحن من تحشيشاتهم. مثلا كان ولا شنو ربع قمر رجل هيك مثلا في 80. غالي وغالي يعني انت غالي علي، مارس ورزق عائلتي كلك فلوس، جيب مالاتي تجيب من على السريع وش تريد بخير وتدلل مو عمي. الحديث مع ما يطلق عليهم مصطلح الحشاشة ينسيك متاعب الأيام وضغوط العمل، أوقات تقضى تعرج بك إلى عالم آخر فيه من الضحكة الممزوجة بالموعظة الشيء الكثير. تأمر أمور لازم حبيبي مرات. أبو ياسر عامل مطعم، سر مهنته المزاح مع الزبائن. أنا أقول عمي شنو أروح أبوي شو ميكس ماك واي، حتى صار إيقونة يقصد من كل أماكن بغداد. شباب يبتسمون للحياة برغم تهميشهم وتعطيل طاقاتهم وإمكانياتهم. أقول لك أول مرة شفت ليش ما تبسط غير حكيت فيني ياتك مو طيبة تمل مرق تمر أمر تقوزي. يجون عليه مثلا أبو ياسر يداريني، جوب أبو ياسر هذا أبو ياسر سبورت الشاقة، وسا أغلب العمال ويانا مثلا من نطلع يقولون أبو ياسر خيجي ويانا ضحك الشاقة سبورت يعني ما علينا مال 78 بس انا صغير وكبير مخاويهم زعك خليت لك الوصفه مالتك تعال دكتور. الحديث بهذه الطريقة الجديدة أثار حفيظة أساتذة اللغة وسحر البيان الذين اعتبروا أن المدخلات الجديدة على اللهجة البيضاء قد تضر بمستقبل الفصاحة بلغة القرآن، مخاوف فندها من يعشق هذا الفن من الكلام. الألفاظ الشاذة الغريبة تؤثر أثر كبير وسلبي مع الأسف على العربية. العربية لا أقول الفصحى، نحن في العراق لا نتحدث العربية الفصحى، نتحدث العامية، لكن العامية المحترمة هذه الألفاظ تضرب حتى العامية المحترمة، حتى لغة البيت الواحد هذه الألفاظ تضرب هذه اللغة. يعني الاحترام يقل عندما أسمع مثلا من ولدي يقول لي مثلا خلي ولن. كلغة استنقاص من اللغة، بس كمجموعة شباب أنه يقعدون عادي لأن هي لغتهم العامة صارت. وبحسب أصحاب هذه المصطلحات فإن هذا التقرير إذا ما أنجز واكتمل وبث عبر الهواء فإن ذلك يعرف بالمصطلح برزقي ورزق عائلتي. من بغداد الحارث محمد الفرات. عستيدك الحارث محمد وتقرير رائع جدا طبعا ووسيلة جميلة جدا لكسب الزبائن هذه الروح الإيجابية. فباقي أنا لازم أذكر بالعناوين رزق ورزق عائلتي